ومين فينا بيقول للفطاير لا؟ فطار، غدا، عشاء شغاله معانا، ويا سلام وهي سخنه كمان ومقرمشه. هنعمل النهارده فطاير بس بحاجه جوكر، وهي البطاطس. عندي شويه زيت هنا كده عندي على النار، هننزل بالبصل، وهناخد كمان معاه فصين من الثوم، بعد ما شوحنا البصل والثوم عندنا بقى السبانخ. الحقيقه انا من الناس اللي بتحب الحشوات بتاعت السبانخ قوي، وناس كتير ما بتحبش السبانخ عشان بتشوفها في شكل وصوره معينه، لكن بالطريقه دي تنفع في اي حشوات هتبقى حلوه قوي. هننزل بقى بالمشروم الشرايح الفريش، لحد بس لما يتشوح بسيط قوي، مش عايزاه يدبل خالص علشان برضو ما فقدش الطعمه وسنه القرمشه والنضغه بتاعته دي. فبس مجرد ما لونه يغير حاجه بسيطه الحشوه بتاعتي كده جاهزه، بس هضيف لها شويه ملح وفلفل مش اكتر. نيجي بقى للعجينة الأساسية بتاعتنا، وهي عجينة البطاطس. عندي هنا حوالي تقريبا كده نص كيلو من البطاطس المسلوقة ومهروسة كويس قوي، وعندنا كمان حوالي ربع كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، وهاخد عندي هنا رشة كمون. الكمون مع البطاطس بيديها طعم حلو قوي، وشوية كده من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح، وهاخد عندي بضاية واحدة. نعجن بقى كل المقادير دي كلها مع بعض لحد لما نوصل لقوام عجينة مظبوط. بعد ما خلصنا العجينة بتاعتنا بالشكل ده، بصوا تحسوها عجينة عادية مش بطاطس اصلا خالص، بس اساسها البطاطس. طبعا الحشو عندنا برد، فهنشوف دلوقتي هنشكلها ازاي. اولا هاخد على حسب الحجم اللي انا حباه، سواء عايز اعملها ميني صغير، عايز اعملها بشكل متوسط شويه، عايز اعملها بشكل كبير، براحتنا. فانا هاخد مثلا الحجم ده بالشكل ده كده، هقسم بس كل العجينه بتاعتي. لو حاسه ان هي لزجه شويه معايا فهرش كده رشه دقيق واسند عليها العجينه. اول حاجه هبتدي كده افردها، بس يكون كده تحتيها وفوقيها دقيق علشان اضمن ان هي ما تلزقش معايا. وبعدين هاخد كده عندي معلقه كده من الحشو السبانخ والمشروم بتاعي الحلو ده، عليه شوية من الموتزاريلا اهو، وبعدين ابتدي الم كده الاطراف على بعض لحد لما اقفل الفطاير بتاعتي خالص اهي. المهم الجبنة ما تكونش طالعة عندي من برة علشان ما تسحش وتتحروق معايا من برة، عايز احتفظ بيها من جوة علشان تكون شكلها لطيف كده وهي سايحة بس. وابتدي اضغط عليها كده اهو بسيط. وعندنا طاسة على النار فيها شوية زيت بس طبعا مسخنينها كويس، وابتدي انزل كده بالفطاير بتاعتي، بس الناحية المقفولة هي اللي هتكون تحت. اول ما احس ان الاطراف عندي بدأت تحمر شوية ابتدي اقلبها عندي بالشكل ده عشان يبقى لونها ذهبي وتستوي من كل الجوانب. خلصت الفطاير بتاعتنا، ومش عايزه اقول لكم ريحتها بجد حلوه قوي وسريعه ومختلفه. تعالوا كده مع بعض نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. جربوا الوصفه دي بجد، فطاير شغاله معاكم في اي وقت، تقدروا في المرحله دي ان انتوا تحفظوها بعد لما تبرد خالص في الفريزر، وتخرج في اي وقت تتسخن في الفرن او في الميكرويف او كمان على الطاسه لو فكت تماما. جربوها هتعجبكم جدا. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.